سرحانة في ايه؟ في الحلم اللي انا عايشة فيه. دي حقيقة يا سوزي، انت في الدنيا، دنيا غير دنيتي. سوزي انا انسانة على قد حالي، فجأة لقيت نفسي راكبة عربية شيك وبرقص في محل ما كنتش استاجرة ادخله. انا عايزة افوق من الحلم ده. خد العربية الجديدة وترجع لي سكينة. انت بتقولي ايه؟ بطلي عبط بقى. بلاش اكدب على نفسي، انا بعد شوية هطلع 45 سلمة لما يتقطع نفسي، وادخل الشقة الاقي كنبة مايلة وكرسيين مبوزين، وانام على سرير طول الليل مكسر ضلوعي، والصبح احط الصابون على وشي وعناية تحرقني وسكينة تنزل تملالي الكسرونة من عند الجيران. ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين. ما اقدرش اعيش بوشين. زي ما جبتلك العربيه هجيبلك شقه في احسن حته. لا بقى، ده حلم تاني. اذا كنت عاوزه تشوفيها الليله انا مستعد، ولو عجبتك هسيبلك المفاتيح. غريب، انت معاك مفاتيح كتير قوي. تفتح كل الابواب. انت بتقدملي الحاجات دي ليه؟ عشان بحبك. تحب تتفرج على اوضه النوم؟ اتفضل. ايه رايك؟ دي شقتك؟ ايوه. وعايش فيه؟ عازب وحداني. عربية وشقة وإيه كمان؟ اطلبي أي شيء تلاقيه. وإيه اللي أقدر أقدمه لك؟ حبك. الحب اللي بيبتدي بدين كبير زي ده. وليه تسميه دين؟ مفيش حساب بين الحبايب. بس الحساب تقيل قوي. يظهر إنك مش عارفة قيمة نفسك. أنا إيه؟ وأنا إيه؟ أنت يظهر مليونير. لما بكون معاكي وأبص في عينيكي بحس إن أنا فقير. أنا فتحت الدولاب لقيت فيه قميص نوم. أنا آسفة أوي، ملبسش حاجة غير لبسها قبل كده. أنتِ فهماني غلط، أنا هديكي مفتاح الشقة تسكني فيها. وأغير نمرة التليفون؟ وكانون الباب كمان. بس أنا مقدرش أدفع إيجار الشقة دي. مين قالك هتدفعي؟ هيجي يوم وتعملي قضية طرد. أنا متشكرة أوي على السهرة دي. لو سمحت، رجعلي سكينة. بحبها. وحشتني. لازم اشوف لها شقه تانية. فين صعب قوي، بس لقيتها شقه كوبري الجامعه. الشركه بتستعملها مخزن. نلغي المخزن. ديكور حلو، موبيليا من بنترمولي، موكيت من بورسعيد، حسبه 20,000 جنيه. مش خساره فيها.